مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى لكم جميعا انكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. انا طالع في الفيديو ده عشان ارد على خرافة من العيار الثقيل لاستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. قال فيها ان انت ممكن في امريكا بسهولة تلاقي سكن في Airbnb ب$7 أو $8 اليوم، ب$7 أو $8 اليوم. يا أخوانا، هذه خرافة من العيار الثقيل جدا، لأن أمريكا أنت لو رحت فيها Airbnb بتتكلم عن $1000 اليوم و$600 اليوم و$500 اليوم و$100 اليوم وممكن $50 اليوم، يوم ما يضربها الدم $30 اليوم. فلما يقول ان انت ممكن تسكن في Airbnb ب$7 أو $8 اليوم، ما تصدقش هذا الخرف، لا تصدق هذا الكذب البواح، لان مفيش Airbnb في امريكا ب$7 أو $8 اليوم. واتحداك يا وائل انك انت تجيب Airbnb ب$7 $8 اليوم في امريكا.